بالحقيقة حركة امتداد اتخذت قرارها بعدم المشاركة من ناحية مبدئية، كونها في يعني في التأسيس ضمن المنهاج السياسي للحركة والمودع لدى مفوضية الانتخابات أنها ستكون ضد إعادة مجالس المحافظات، على اعتبار أنه هذه أحد منجزات ثورة تشرين، أنها جمدت، جعلت السلطة الحاكمة، أجبرت السلطة، أجبرت أحزاب السلطة على تجميد مجالس المحافظات. وبالتالي سنتيح لنفسنا فرصة للعمل النيابي والشعبي من أجل إجراء التعديلات الدستورية الخاصة بإلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ بشكل مباشر. طبعا للأحزاب والحركات السياسية لكل له أسبابه التي قاطع بها الانتخابات، ونحن أسبابنا مبدئية، مع أنه الأحزاب الحاكمة أيضا مررت قانون التمثيل النسبي سانت ليغو سيت بأغلبيتها العددية وبما يخدم مصالحها. وبالتالي نحن نتوقع أن مجالس المحافظات ستهيمن عليها الأحزاب التقليدية، لأنها فصلت قانون الانتخابات على مقاسها، وبالتالي لن نكون شهود زور على تكريس هيمنة تلك الأحزاب بمشاركتنا في الانتخابات القادمة. نعم.